تعددت الأماكن وتغيرت المواقيت، لكن الهدف واحد، تلبية نداء الواجب الانتخابي الوطني رغم البعد عن الوطن. هو ما جسدته الصور التي صنعتها الجالية الوطنية في كافة أصقاع العالم، قطع مئات الأميال والحضور باكراً لمركز الاختراع لأداء الواجب الانتخابي. المرأة الجزائرية كان جات بقوة وجات شارك، يعني نفس الشيء في الجزائر ولا في إسبانيا، هو يعني كيف فوتيو في الجزائر ولا هنا نفس الشيء. هذه الخطرة الأولى اللي فوتيت تسجلت قبل ما يبدأ الوقت على الفوت، ودوك جيت مالغري عايش في الخارج نحس بلادي، وكم جون الجزائريان جو بونس كو سي مون ديفوار نجي نحفظ على بلادي. Tous les 5 ans, je suis toujours présente, je fais mon devoir et je suis très contente et j'espère que tous les Algériens vont être présents pour voter. Inch'Allah, le bled تكون Inch'Allah une grande réussite pour tous les Algériens et pour l'Algérie. من افريقيا الى امريكا الى القارة الاوروبية، صور تناقلتها مختلف وسائل الاعلام عن اقبال افراد الجالية الجزائرية في الخارج في الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع خلال الأيام الخمس المخصصة لعملية الانتخاب، في صورة تعكس القرب بين الجزائر وأبنائها في الخارج رغم بعد المسافات. جالية جزائرية في جنوب إفريقيا، وهذه الجالية تريد أن تمارس في وتشترك في الاقتصاد والثقافة والسياسة في الجزائر. نطلب كافة النساء الجزائريات المقيمين بالخارج ولا في الجزائر يقدموا الصوت تاعهم من أجل الجزائر، وهذا الشيء يشرفنا ويشرف بلادنا. الجزائريين يجوا ينتخبوا باش يخيروا الرئيس اللي يناسب بينا، وخاصة النساء اللي هنا في أليكانتي. حتى وإن اختلفت المواقيت والبلدان، إلا أن الصور التي صنعتها الجالية في الخارج خلال عملية الانتخاب تعكس تلاحم الجزائريين خلال المناسبات الوطنية في انتظار 7 سبتمبر.